بسم الله توكلت على الله. السلام عليكم. اليوم غادي ندير الدجاج على طريقتي، طريقه عاديه ماشي ديال العراسات. انا ما كنعرفش ندير الدجاج العراسات. اول خطوه غادي نحتاج الملح والحامض باش نغسلو مزيان. مزيان بالحامض والملح. صافي نكب الماء كيتعطب الماء واحد ساعة على الأقل ساعة. أنا رجعت معكم بعد ما غسلت الدجاج مزيان، عاودت غسلته شي ثلاثة المرات ولا أربعة. الغسلة الأولى وغسلته ثلاثة المرات، هي أربعة فاش رقدته. هنا غادي ندير له الإقامة باش يبقى على الأقل ساعة، عاد نكمل معكم إن شاء الله الوجبة. غادي نكب هذا الزيت هنا، هذا مخلط زيت العود وزيت المائدة. غادي ندير هاد الإقامة، البزار الملحة الخرقوم، سكينجبير، شوية ديال هذا الزعفران الشعرة، الزعفران الحر، و والملون باش ما ننساش هذا الزعفران الملون. انا كنديرو هذه طريقتي، كنزيد عليها الثوم، كنزيد المعدنوس، نزيد هذه السمن، السمن الحار ماشي السمن الدايم الدايب، كاع هاد المكونات اللي قلت لكم ان شاء الله نجمعهم مزيان مزيان. نحطو الدجاجات نطليوها بهاد من الداخل ومن برا مزيان. الدجاج راه رخيص، الا مبغاش ياكل الدجاج. هاني وليت معكم بعد ما خليت الدجاج يترقد ساعتين. شحال ما بقى يترقد شحال ما مزيان. كنت درت له الإقامة وعقدته، دابا نحطه في الطنجرة. عقدته هكا بداك لوفيل ديال الطياب، عقدته بداك الخيط، عقدت له الفخاد. من الأفضل يتعقدوا بلا ما يدخل في هاد ديك العقدات التكتيفة هادي تقليدية، راه بعض المرات كيتحلو هكا، كيتعقدوه بالخيط ديال الطياب ما كيتحلوش. هاد الدجاج على طريقتي ماشي على طريقة العراسات ولا المحترفين. انا ماشي طباخة العراسات ولا طباخة، غير كنتعلم، حتى انا تعلمت غير في داري نطيب. باش ما تضحكوش عليا وتقولوا هذه غلطات ولا. من بعد كي طابو ندخلو الدجاج للفران
ماشي نقليوه ونديرو هنا جوج ماشي مصيرات، هادو مرقدات الحامض مرقد ماشي مصير. كاين فرق بين المصير وبين الحامض المرقد. الحامض المرقد كيترقد في الماء بلا ما يتقطع، انا عاد قطعته كانت حبه صاينه، والحامض المصير كيتحل على ربعه كنصوبوه بوحدنا في الدار وكنعمروه بالملح وهو كيبقى يطلق داك الماء ديالو كيترقد فيه. هذا ما كيكونش مالح بزاف، نديرهم هكا نقسموهم على اربعه، حامضه نقسمها على اربعه، نحيد من هذاك الوسطاني دوك العلوفه داك العلف ونحطها هكا هي كنحطها انا في الاول صافي ونمرق. نديرو حتى يقرب الدجاج يطيب، تنحيدو الدجاج عاد نديرو الزيتون، المهم راه كيغلي في الماء. دابا نردوها فوق العافية ونرجع معاكم. ها هو كيغلي هنا الزيتون، ها هو كي حتى هو يغلي باش صافي راه غلا نطفي عليه، وكيما غنديروش درك صافي الزيتون نطفي عليه. وهنا هاد المرقة ديالنا راه كتغلي، نستنى عليها حتى تطيب. ولكن قبل الدجاج ما غاديش نديرو عليه، نساو عليه مرة مرة نطلع عليه، ما نديروش في الكوكوط، نديرو غير في الطنجرة ومرة مرة نطلع عليه. وهاني معاكم، هاني رجعت معاكم، هاني رجعت معاكم. بدلت الطنجرة لخاطر هاديك صغيرة وما خلاتنيش بحال ما نقدر نقلبهم مزيان، ودرك التقلاب خاص غير في الاول ديك الخمس دقائق الاولى، من بعد صافي كي تدخلوا الطياب ما تقلبوش، غادي يدير يكون طاب غادي يتحل لكم. ومره مره تكو هاد الصدر، غير بلا الصدر تكو هكا تقلبوا تكو مره مره، منين يكون باقي ما دخلوش الطياب تقدروا تقلبوه هكا هكا، وهاد الاخرى كذلك نفس ال صافي. دابا راني قلبت التقليبه الاولى باش رديتو في هادي، هادي التقليبه الثانيه، تبارك عليه جوج تقليبات قبل ما يطيب، قبل ما يدخلوا الطياب، كي يدخلوا الطياب صافي تعرفوا. باردون، هاني رجعت معاكم بعد ما بدلت الطنجره لخاطر هذيك جاتني صغيره ما خلاتليش البلاصه فين نقلب الدجاج، وخاصو يتقلب قبل ما يطيب. وهاد الصدر هو اللي خاصو شويه يدخل له الطياب، يتك هكا في الدجاجات بجوج ولا اربعه ولا شحال ما كان عندكم ديال الدجاج، هكا ديرو وتبداو تقلبوا هكا الصدر، ما تخافوش عليه مادامو باقي ما دخلوش الطياب راه تقلبوا كي تبغيو وصافي. دابا صافي نردوه على الصدر باش اللي درناه باش ما خاطر الصدر هو اللي يبغي الطياب، نردوه على صدرو. سمحوا لي كنبغي انا نوريكم كلشي هكا، نخليوه على صدرو الصدر هو اللي نديروه جهه العافيه صافي، نخليو عليه نخليو عليه يطيب شويه حتى يدخلو الطياب، ما بقاش نقلبوه حتى يدخلو الطياب، ونحيدوه وندخلوه الفران وندير الزيتون معاكم. هاني رجعت بعد ما طاب الدجاج، باقي ما درتوش في الفران، هاني شعله الفران، هنا الزبيده والملح والبزار اللي غادي ندهنو به. هنا بعد ما غلى غادي نضيفو في هاد المريقة، بعد اولا نحيد هاد الحامض المرقد اللي قلنا درناه، نحيدو
أربعة ديال الغبوغات ونضيف هاد الزيتون يزيد يطيب. طيب ونخليوها حتى تنشف من وتخطأ حتى تنشف من المرقة ديالها ورجع معكم. هاني رجعت معكم هاني ندرو مليحة على كل جهات وبزيرة بلايص وغادي نبداو ندهنوهم بالزبيده. الزبده العاديه، الزبده ماشي المارغارين، الزبده الزبده ديال الحلويات. ندهنو كلهم بالزبده كابردو شي شويه باش بتهم بردو شويه عطره ما كندهن باش نغلب عليهم جميع الجهات كلهم. واللي ندهنها نحطها هنا في الفرن. نديرو فيها غير بزار ومليحة صافي، نديرو لا صافي حيت راه فيها كاع القامة ديالها. ندخلوها مزيان بالزبيدة صافي وندخلوهم للفران. ندخلوهم للفران ها هما يا بسم الله. نخليوهم على درجة ونسدو، نخليوهم على درجة 200 درجة، ولكن نبقاو نطلو عليهم مرة مرة يبانو لنا تحمرو صافي نجبدوهم. أي هاني رجعت بعد ما صافي نشفت مزيان مزيان، ما بقات تبان لا لا بصلة لا مطيشة لا والو. ديك الكبيدة بقات هي الكبيدة هي والقنصة مع الزيتون. صافي دقناها جات هي هاديك ونشفت مزيان. صافي نفوق عليها نفوق عليها ونحطو الطبق النهائي نرجع معكم. يلاه مع السلامة. تعرفين هادي لكم لاصوص ديالنا، لاصوص ديالنا بعد ما كنحطكم التغميس هدا كنحطو هكا في الطب منحطوهاش فوقها. عندكم كاري صغار مضطرهم مفيهاش الزيت بزاف. الدجاج على طريقتي الطريقة اللي شفتو أنا صغيرة. هنا عندنا الفريت باقي موجود، هو اللي خاصنا نديرو فوق منها. هو الفريت اللي غنديرو فوق الدجاج، ما حيت كاين اللي ما يبغيش الفريت مع الدجاج. وهذه رفقناها بالفلفلة ديال وجدة، فلفلة ومطيشة والثوم
الفلفله شويناها ودرنا معها مطيشه والثوم. المهم شي مره غنوريلكم الطريقه ديالها، كلشي كيعرفها. مع السلامه.